وهذا مجرد تدرب. ماذا سيحدث في السباق؟ انتبهوا جميعاً، أنا قادم. انتبهوا. نجد حلاً قبل أن يصاب أحدنا بأذى. نحتاج إلى إشارات للسير، وربما إلى من يساعد في تنظيم السير. أنا أنظم السير. انظروا. هذا ممتاز. هيا جميعاً لنصنع إشارات للسير ونضعها حول حلبة السباق كي نتدرب بأمان. كيف أستطيع الانزلاق حول حلبة السباق؟ الطريق آمنة؟ نعم، بهدوء وتوازن. انطلق يا رومبا دون تسرع. وانتبه كيف أسير. وأكون حذرة. أحسنت يا رومبا. شكرا، هذا مسلٍ، لكن ما زلت أتمنى أن تسمح لي روزي بركوب العربة. الأحمر يعني أنتقم، لكن لا شيء هنا. يجب أن تحذر، لا نريد أن تقع حوادث. وأنا الآن طائر السير، وعليك أن تفعل ما أقوله. شكراً يا بلبلة. هيا، الأخضر يعني انطلق. أخيراً. أولاً بلبلة، والآن إشارات السير هذه. كف! انطلق! تمهل! استدر! انطلق! أعني استدر! أعني لا! مع كل هذه الإشارات تعقدت الأمور أكثر وصارت أخطر. طيور! منعطف! أظن ذلك يا روزي. أنا آسفة جداً، إنها غلطتي. كنت أطلب من الجميع أن ينتبهوا، لكنني أنا التي تسببت في الحادثة. لا تحزني يا روزي، لقد بذلت جهدك لتجعلي الوضع آمناً، وربما بالغت في ذلك قليلاً. أظن أنك على حق يا رومبا، ربما علينا أن نتخلص منها. ولكن ماذا عن عملي؟ أنا طائر سير بارع، صحيح؟ لقد اجتهدت يا بلبلة، ولكن كيف نجعل الوضع آمناً؟ حسناً، أنا تعلمت بعض الأفكار عندما تدربت على المزلاج. أتريدون أن أريكم؟ نعم، من فضلك. نعم. توقفوا جميعاً. ما الأمر يا رومبا؟ نتوقف عند طرف الممر ونتأكد أن الطريق خالية قبل أن نعبر. هذا للاحتياط. تفكير سليم يا رومبا. الوضع آمن يا رومبا، هل سنعبر الآن؟ نعم. انتبهي يا لين، هناك حفرة. شكراً يا رومبا، أنا كدت أقع. أحسنت يا رومبا، يبدو أن علينا جميعاً أن ننتبه أكثر. تمهلي يا حبات البلوط، يجب أن تكوني حذرة أثناء عبور الناس.
هل هذا يعني أنني لن أقود بسرعة؟ لا، علينا فقط أن نكون أكثر انتباهاً، وكذلك فإن الأسرع لا يفوز دائماً كما تعلم. ماذا تعني؟ هذا شيء علمتني إياه أرزا. حسناً، هل لديكم أي أسئلة؟ نعم، هل نتسابق الآن؟ ما رأيك يا رومبا؟ أجل، حان وقت السباق. حسناً جميعاً، الفائز بالسباق هو من يدخل إلى المتاهة ويرفع علم النصر عالياً. جاهزة يا بلبلة؟ استعدوا، فاهبوا السباق. أحسنت عملاً يا رومبا. أرزا كانت محقة، لا يجب أن أكون الأسرع لأفوز، كان يجب فقط أن أكون بأمان. أحسنتم جميعاً، لقد انتهى الحصاد يا رفاق. يا إلهي، انظروا إلى هذا، بعض الفواكه والخضروات للأسف أتلفها الصقيع. ماذا سنفعل بكل هذا؟ يا للخسارة. لا تقلق يا بينون، ربما بعضها لم يفسد. ليست جميعها تلفة، هناك بعض الفواكه والخضر الجيدة بينها. هذا البرقوق طعمه لذيذ. السيد والسيدة موردي والسناجب، ماذا يفعلون يا ترى؟ يجب أن تأتوا لتروا هذا. عائلة موردي ألهمتني فكرة. رأيتم؟ أنا لم أفهم. سنصنع بها أريكة؟ لا، ليس تماماً. بما أنهم ابتكروا استخدامات جديدة للفاكهة والخضر، إذن يمكننا التفكير في طرق لاستخدامها. لكنها لينة يا روزي. أجل، لكن ربما هذا ليس شيئاً سيئاً أبداً. هيا يا بينون، ساعدني في حمل الخضروات اللينة إلى بيت اللعب وسأريك. حسناً يا روزي. حاولوا استخدام أكبر كمية ممكنة من المحصول، يمكننا بهذا أن ننجح موسم الحصاد. مستعدة يا روزي؟ عظيم، فلنذهب. أنا أعرف ماذا أفعل بهذه. ماذا ستفعل بكل هذا يا كرز؟ سوف ترى يا رومبا. حسناً، يبدو أنني سأكون رئيس الذواقين وحدي هنا. شهي. رأيت الرسم بالبطاطا من قبل مرات كثيرة جداً. ليست كهذه. ماذا تفعلين؟ سترى. رائع، هذا مدهش. ياه، اقترب موعد حفل الحصاد يا بينون. أجل، ما الأمر؟ ألست متحمساً؟ حسناً،
بالتأكيد من الرائع أنك نجحت في استخدام بعض من الفاكهة، ولكن ما زلت مستاء بشدة لخسارة المحصول. أنا أكره الخسارة. تركت العجينة كما طلبت مني، ولكن أظن أنني مستعد لأفعل ما تريدينه الآن. انتظر. رائع، منزلي وحديقتي رائعان يا لين. كيف فعلت هذا؟ لقد قمت باستخدام البطاطا. البطاطا؟ أهلا إلى حفلك المتميز للحصاد يا بينون. لكن ماذا عن بقية الخضروات؟ أين اختفت كلها؟ إنها هنا في الفطيرة الضخمة. حقا؟ نعم، لين ساعدتني. أرأيت يا بينون؟ لم تبدو الفواكه والخضر جيدة، لكنها كانت صالحة للأكل. تفضل تذوقها. حسنا. جهية، هذه أفضل فطيرة خضروات تذوقتها. هيا فليبدأ الحفل. لكن أين رومبا؟ لا يمكن إقامة الحفل من دونه. اطمئني يا روزي، سنجده. انظروا، بذرة برقوق. لقد كان رومبا يأكله في الصباح. قلب تفاحة؟ وأنا أيضاً وجدت بقايا جزرة. لابد أنها إشارات. بسرعة فلنتتبعها. أوه، مرحباً بكم. يا رومبا، انظر ماذا فعلت من فوضى. أنا آسف، يبدو أنني أحدثت فوضى. أعتذر عن الفوضى يا بينون. لا بأس يا رومبا، ذكرتني بأن الفضلات أحياناً تكون مفيدة. الفضلات؟ كيف؟ بسيطة، لو جمعت هذه البذور ونوى الفواكه وزرعتها، سيكون موسم الحصاد القادم أكبر. رائع، فكرة جيدة. وبقية الفضلات ستتحول إلى تربة جديدة اسمها سماد لتغذي النباتات. إذن لم نخسر أي شيء في موسم الحصاد يا بينون. لم نخسر شيء، والآن الموسم القادم سيكون أكبر من هذا. وقت الاحتفال، لا نحتاج سوى الموسيقى. يا إلهي، ليست هذه الصافرة. ماذا تفعل هنا يا إد؟ إنها تعمل. هذا أفضل حفل للحصاد. شكراً يا روزي. لم نخسر أي شيء من المحصول يا فكري، وصنع رومبا سافرة بالجزر، أليس كذلك؟ يبدو الأمر ممتعاً. رومبا، لا أصدق أنت ما زلت جائعاً، ألم تشبع؟ كدت أنتهي. أغمضي عينيك يا روزي. تدا! عقد من بذور البطيخ؟ رومبا، إنه يعجبني. أشكرك. أنت لن تأكل هذه الثمرة بالتأكيد، أليس كذلك؟ لا تقولي هذا، هذه متميزة، كنت أدخرها. لماذا يا رومبا؟ سوف أصنع منها طبلاً جميلاً.